السلام عليكم وصباح الخير عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا بادية معكم هذا الفيديو من الصباح. فانا هذا النهار غادي نسافر انا والصديقه ديالي، غنمشيو لمدينه اصيله ان شاء الله. كنعتذر على الصوت ديالي، عيان واحد شويه في هذه الوقيته. فانا والصديقه ديالي كيف ما قلت من قبل غادي نخرجوا وغادي نمشيو لاكار وغادي ناخذو تران وغادي نمشيو لمدينه اصيله ان شاء الله. خليكم معايا لاخر فيديو ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي اول مره كيتعرفوا على القناه، ما تردوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا ان شاء الله بالجديد الجديد الجديد. فمن بعد ما وصلنا لاكار فاحنا لقينا التران اللي غادي نمشيو فيه لاصيله مازال معطل واحد شويه، لهذا فاحنا خدينا هكا واحد القهوه وجلسنا على ما يوصل الوقت ديال التران. فمن بعد ما مشينا وصلنا فاحنا خدينا تاكسي صغير اللي غادي يوصلنا للمدينه، وهانتوما معايا.